معنا صديقنا وحبيبنا الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو، شكرا جزيلا وبشكرك أنك سمحت لي أن أتكلم في برنامجك، لأن أنا بصراحة أنا لجأت لك، يعني أنا بقول للناس أنا لجأت لك. لا بيتك ومطرحك يا خالد، إحنا أخوات عيب. الله يخليك. واللي عامله اليوم السابع في وعي المصريين والوقوف جنب المصريين واضح ومهم. الله يخليك وإنت كمان والله يا عمرو، ربنا يخليك. اشرح لنا إيه اللي حصل. إحنا فوجئنا يا عمرو بموقف متعسف ومتربص خطير من فيسبوك بيقفل فيه الفيديوهات اللي إحنا بنطارد فيها الإخوان والجماعات الإرهابية وقنوات المخابرات التركية اللي بتطلع من اسطنبول، بيقفلوها قسرا وبدون أي وجه حق وبدون ما إحنا نعتدي على قوانين الفيسبوك، لا قوانين حرية الملكية الفكرية ولا بندعو إلى التعصب ولا إلى القتل زيهم. فيديوهاتهم اللي بتشتمنا شتيمة قبيحة وبالأب وبالأم وبالتزوير وبكل حاجة بتفضل موجودة، وإحنا لما عملنا فيديو عن محمد ناصر طلع فيه أخوه بيشتمه وبيقول إنه واخد 50% في الثانوية العامة وإنه أهله كله متبرئين منه، لا ده بيشتمه بالحقائق وبيقول إنه هو كان فاشل في الثانوية العامة. الفيديو ده فوجئنا إن الفيسبوك قفله وبيقول أصل فيه اعتداء على أشخاص وعلى حريات شخصية. لا ما هو عندهم اللي بيبلغ لهم، عندهم جهاز شغال هو اللي بيبلغ لهم على الفيديوهات ديت. بالضبط بالضبط يا عمرو، انا مندهش، انت عارف انا بشتغل. احنا لا حرضنا على الاضرار بيه ولا اي حاجه، احنا بنقول حقائق عن بني ادم تتقفل ليه؟ اشمعنا هم لما بيحرضوا على ضباط الشرطه وضباط الجيش وبيحطوا عناوين الناس ويقولوا للناس روحوا اضربوهم وروحوا اقتلوهم، الكلام كله بيتساب على الفيسبوك. كل الفيديوهات دي عمرو موجودة، في حين ان الفيديوهات الحقيقية والمعلومات الموثقة اللي احنا بنجيبها بتتقفل علينا بريبورتات من مواقع بتطلع من الهند ومن تركيا ومن قطر طبعا ومن بعض البلاد الاخرى. احنا بنكتشف انه الريبورتات جاية علينا من بلدان غير ناطقة باللغة العربية. فيسبوك بيستجيب للفلوس اللي بتدفع اعلانات على هذه على حملات التحريض السياسي وبينحاز للمعلنين اللي بيدفعوا له اكتر. وانا من منبرك يا عمرو انا بطالب الدوله المصريه ان هي تتدخل فورا، لانه لازم يحصل حوار مع فيسبوك. انا برضو معاك ما بقولش نقفله، لكن لازم يحصل انه فيسبوك يضبط وضعه القانوني في مصر. النهارده هل مسموح لك في الولايات المتحده الامريكيه الان انك انت يتصرف على فلوس دعايه سياسيه بعد اللي حصل في الانتخابات الامريكيه وكامبريدج اناليتيكا؟ لا طبعا. يبقى ده نفس المعايير اللي بتطبق عليه في الولايات المتحده تطبق عليه هنا في مصر، وعمليات التحريض السياسي مدفوعه الاجر. يا راجل ده انت بتفتح تويتر او فيسبوك بتلاقي الفيديوهات المحرضه والبث الحي من قنوات المخابرات التركيه، بتلاقيه اول حاجه عندك بدون ما انت حتى تكون دخلت عليه. فلوس ضخمه يا عمرو بتتصرف، نرجو ان احنا نتصدى لها ونقف لها، وأرجو من الدولة أنها تتدخل وتتدخل فورا لوقف المهزلة دي وتطبق على الأقل اللي طبقوه عليه في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات اللي فاتت. لا احنا لازم نتعامل بقى، مدام الفيسبوك ما بيسمعناش لازم الدولة تعمل حاجة تخليه ياخد باله مننا ويسمعنا كويس. احنا مش سوق قليل، سوق المصري هو الأكبر في الشرق الأوسط كله، فيعني احنا مش سوق قليل. فلو هم ناويين يعني يتجاهلوا مطالبنا، أنا بأطالب الدولة المصرية دلوقتي ومجلس النواب إنه يتم اتخاذ إجراءات تجاه الفيسبوك. أنا بقولش نقفله، عشان برضو المرة اللي فاتت ناس خالد كتبت قالت عمرو أنا مش عايز أقفله، محدش يعرف يقفل الفيسبوك، إنما الفكرة إن عايزين نسترعى انتباهه بس. أنا هذه الفيسبوك لا بيدفع ضرائب في مصر وبيستنزف الإعلانات من المصريين بالدولار عشان بيديها برخص التراب، ولما بتكون في حملات تحريض سياسي يا عمرو بتلاقي الفيسبوك هو اكبر ناشط في التحريض والعنف بالفلوس وبالاموال. هو احنا عشان ما بندفعش وشغالين بدراعنا يعني وفي ناس ثانيه بتدفع لهم يحصل فينا كده تتقفل؟ طب وفي ايه اما تقول ان محمد ناصر واخد 50% يعني في الثانويه العامه؟ في ايه يعني؟ انا مش عارف حاجه لا تضير الراجل، يعني ده حاجه وسام على صدره. المخابرات التركيه بس تلاقيها زعلت انها رهنت على واحد فاشل زي ده. طيب
بشكرك يا عمرو على إتاحة الفرصة. لا خالد، بيتك ومطرحك أي وقت يا حبيبي، وتنور أي وقت. بشكرك شكرا جزيلا. إعلام المصري إيد واحدة. الله يخليك طبعا يا عمرو، بقيادتك يعني. لا لا العفو، شكرا ليك. شكرا شكرا.